ولنقاش ملف حرية الإعلام والصحافة في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي محمد عماد. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. كنتم قد أصدرتم في المركز الأورو متوسطي بيانا عن أوضاع الصحفيين والمدونين العراقيين، كيف تفسر هذه الانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة في الفترة الأخيرة مع بداية التظاهرات؟ حقيقة، وقبل أن ندخل إلى الموضوع نود أن نشكركم على هذه الاستضافة ونرحب بكم وبالسادة المشاهدين. وأنطلق من سؤال حضرتك، هو البيان الذي قمنا بإطلاقه كمرصد أورو متوسط لحقوق الإنسان هدفنا من خلاله تسليط الضوء على قضيتين. القضية الأولى هي الانتهاكات التي تجري في العراق من قبل القوات الأمنية بفعل الاحتجاجات التي تفجرت منذ مطلع أكتوبر في العراق، هذا ابتداء. وأيضا الهدف الأساسي من البيان هو تسليط الضوء على الانتهاكات التي رافقت الانتهاكات الأساسية في مواجهة المواطنين المحتجين، وهي بمواجهة الصحفيين بطبيعة الحال الذين يقومون بتغطية الأحداث في العراق منذ اندلاع هذه الاحتجاجات. حقيقة ما دفعنا إلى إصدار هذا البيان كمية المعلومات التي وصلت إلينا من قبل شهود عيان ومن قبل صحفيين ومدونين وكتاب محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لتعرضهم للانتهاكات والمضايقات على يد السلطات الرسمية العراقية، وأخص بالذكر الجهات الأمنية العراقية، أو عن طريق مجهولين. وهذا الأمر هو كان محط استغراب لدينا كمرصد أورو متوسطي، أن يترافق الانتهاك من قبل السلطات العراقية بالتوافق مع أشخاص مجهولين الهوية وملثمين كانوا يتتبعون بعض الصحفيين ويقومون بالاعتداء عليهم من خلال دراجات نارية يستقلونها. وحاولوا في أكثر من موطن أن يقوموا بأخذ المعدات الصحفية الخاصة بأولئك الصحفيين، وهذا هو الذي دفعنا إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على هذه الانتهاكات التي تقوم بها السلطات العراقية. وأيضا نتيجة لتدهور الحالة الأمنية وجد هناك بعض الأشخاص الخارجين عن القانون الذين يقومون بتهديد الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم. الحديث عن هذه الانتهاكات كان آخرها ليلة أمس باغتيال مسلحين للصحفي أمان جنوري مع زوجته وابنه في السليمانية شمالي العراق، كيف تصف هذه الجريمة؟ بالفعل هو ألمنا مثل هذه الجريمة كما ألمتنا الجرائم السابقة أو الانتهاكات السابقة التي رافقت الاحتجاجات العراقية، لكن ما نقوله أن التوصيف القانوني هو إعدام خارج إطار القانون، وهذا ما تتحمل مسؤوليته الحكومة العراقية بطبيعة الحال، لأن الحكومة العراقية هي منوط بها وفق القانون المحلي وهو الدستور العراقي، وأيضا وفق القانون الدولي بأن تقوم بفرض حالة الأمن والسلم والسلام داخل الحدود العراقية. لكن للأسف ما يجري أنه فقدت هذه الحالة ابتداء، وأيضا للأسف تقوم تلك القوات بدلا من تأمين المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأمنية وتوفير لهم سبل الراحة والأمان والسلام، هي من تقوم بالاعتداء عليهم واقتيادهم إلى السجون وتعذيبهم، وأيضا منعهم من ممارسة عملهم الصحفي والإعلامي الذي بالمناسبة كفله الدستور العراقي قبل أن يكفله القانون الدولي. كفله الدستور العراقي في المادة 38 التي أكدت على حرية نقل المعلومات وممارسة العمل الإعلامي والصحفي دون تقييد أو متابعة، طالما أنها لا تمس بالنظام العام والأداب العامة. وما رأيناه من احتجاجات أعتقد أنها لا تمس بأي حال من الأحوال بالنظام والأداب العامة في الجمهورية العراقية، هذا ابتداء. وأيضا القانون الدولي كفل في أكثر من موطن كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، كلاهما في نفس المادة، المادة 19، كفلت نقل المعلومات وممارسة العمل الصحفي والإعلامي والتجمع السلمي بالمناسبة دون تقييد أو ملاحقة أو أي فعل من شأنه أن يشكل جريمة تخالف القانون الدولي والمحلي. نعم أستاذ محمد، كيف تقيم الأجواء التي عمل بها ويعمل بها حاليا الصحفيون والإعلاميون عموما في العراق لتغطية هذه التظاهرات في وقت تم فيه قطع خدمة الإنترنت وقمع المصورين وحتى الصحفيين من نقل الحقيقة في ساحات التظاهر؟ ما نستطيع قوله كمنظمة دولية حقوقية تراقب الأوضاع داخل في العراق كأحد الملفات التي تعمل بها هي الأوضاع التي يعمل بها الصحفيون الآن هي أوضاع غير مطمئنة من الناحية القانونية، ونؤكد أن الصحفيين لا يوفر لهم البيئة الآمنة والبيئة الحقيقية والبيئة المهنية التي من خلالها
يستطيعوا ممارسة عملهم دون تقييد أو ملاحقة، وحتى لا يوجد أدنى متطلبات ممارسة هذه المهنة وهي الأمن الشخصي. يعني نحن وجدنا وما زلنا للأسف نرصد حالات اعتداء بشكل شخصي على الصحفيين والإعلاميين، وهذه الاعتداءات بالمناسبة هي اعتداءات منهجية ومدروسة، بمعنى أن يتم توجيه الانتهاك لهذا الصحفي أو إلى ذاك الإعلامي أو إلى هذا المدون أو إلى هذا الناشط الصحفي على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يدل على أن هناك هو خطة منهجية أو خطة مدروسة لتكميم الصوت العراقي أو لتكميم الإعلام العراقي الذي يقوم بنقل صورة الاحتجاجات الجارية في العراق، وهذا يعني أن الجو الذي يقوم السائد في الأراضي العراقية هو جو لا يطمئن، وهو جو يبعث على القلق من ناحية حقوقية بأن حياة الصحفيين أولئك الصحفيين مهددة بالخطر. وما يترجم على ذلك أو ما يؤكد هذا الكلام ما شاهدناه من حالات تم تسجيلها من قبلنا كمؤسسة دولية عاملة في مجال حقوق الإنسان أو من خلال المؤسسات العراقية العاملة في الأراضي العراقية والمعنية بحالة حقوق الإنسان وحالة حقوق الصحفيين. العشرات الحالات التي تم تسجيلها من اعتداء وضرب وسجن واختطاف وتعذيب تؤكد بأن الجو الآن هو الجو السائد في الجمهورية العراقية هو جو غير آمن وغير كافي لممارسة العمل الإعلامي دون تقييد أو حتى دون أن يكون هناك أي خطر يهدد سلامة وأمن الشخص الإعلامي. النقطة المشتركة بين كل الصحفيين الذين تم اغتيالهم أو اعتقالهم على غرار صحفي المغدور أمانج هي عملهم وتغطيتهم لملفات الفساد ومحاولة كشفها. إلى أي مدى تلاحق هذه الملفات أو تحد هذه الملفات من حرية العمل الصحفي؟ بطبيعة الحال كما تفضلت حضرتك يبدو أن هؤلاء الصحفيين بدأوا أن يمسوا أو يقتربوا من خطوط هي ممنوعة بالنسبة لبعض الأشخاص المتنفذين داخل الحكومة العراقية أو أصحاب المناصب العليا، وبالتالي وجدنا هذا التهديد من قبل تلك السلطات أو من قبل مجهولي الهوية تجاه هؤلاء الصحفيين، بمعنى أن هناك حالة من غير عدم الشفافية والمساءلة والأمان الحقيقي متابعة المعلومات خصوصا فيما يتعلق في القضايا المهمة والحساسة على المستوى السياسي أو على المستوى السيادي داخل الجمهورية العراقية. وهذا الأمر الذي دفع الصحفيين للتحقيق والاستقصاء عن المعلومات الحقيقية والأساسية خصوصا في ملفات كبيرة تتعلق بشبهات فساد يديرها بعض الأشخاص المتنفذين داخل الحكومة العراقية أو حتى بعض السادة، دعينا أن نكون صريحين في هذه النقطة. وهذا الأمر أدى بشكل أو بآخر إلى أن يقوم أولئك الساسة وبعض الأشخاص المتنفذين في الحكومة العراقية أو بعض الأشخاص الذين يديرون بعض الشركات الوطنية التي لها تأثير كبير على الأراضي العراقية والحالة العراقية، حيث بدأوا بمراقبة أولئك الصحفيين الذين يحاولون جمع واستقصاء المعلومات عن شبهات الفساد. وهذا أيضا ما أكده أن يقوم هناك بعض مجهولين الهوية وبعض الملثمين في منتصف الليل بأن يقوموا بمتابعة هذا الصحفي أو ذاك. وهناك حالات سجلناها نحن كمركز أمور متوسطي باعتداء بعض أولئك الملثمون على صحفيين ومحاولة اختطافهم واقتيادهم إلى مناطق مجهولة وبعيدة عن السكان. أيضا غياب الدور الحقيقي لمجلس النواب العراقي بأن يكون هناك رقابة على الحكومة العراقية والممارسات التي تقوم بها بحق الصحفيين بشكل عام وأيضا بحق المواطنين العراقيين والاحتجاجات الأخيرة دون أن يكون هناك ضابط حقيقي ورادع حقيقي لجملة الانتهاكات التي تحدث بحق المواطنين العراقيين، وأيضا غياب أن التشريعات الوطنية الحقيقية. يعني لا يكفي أن يكون هناك الدستور العراقي ينص على حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل الصحفي، بل يجب أن يكون هناك قانون خاص لممارسة العمل الصحفي داخل جمهورية العراق، لكن للأسف إلى الآن لا يوجد تطبيق حقيقي لأن يكون هناك تشريعات ضامنة تعكس الصورة الحقيقية للدستور العراقي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل الصحفي، وأيضا يعكس الدور الحقيقي لمجلس النواب في غياب أدواته التنفيذية للرقابة على الحكومة من خلال الانتهاكات التي تقوم بها بحق الصحفيين والإعلاميين في العراق. نعم، بالمقابل كانت هنالك أنباء عن تشكيل الحكومة لخلية أمنية مهامها متابعة الكتاب المؤيدين للانتفاضة ولهذه الحركة الاحتجاجية. إلى أي مدى يؤكد ذلك على استهداف الصحفيين أنه أمر ممنهج من قبل الحكومة؟
في البداية دعينا نؤكد أن تشكيل الحكومة لمثل هذه اللجان هو أمر مخالف للقانون المحلي والدولي، كون أن القانونان على اجتماعهما أكد على حرية الرأي والتعبير وأن يقوم الشخص بممارسة حقه في التجمع السلمي والتعبير عن رأيه دون تقييد أو ملاحقة أو اعتداء من قبل الجهات الأساسية في الدولة. هذا ابتداء. نعم أيضا هذا تشكيل هذه اللجنة يعكس وجود نوايا حقيقية لدى الحكومة بشكل خاص بتكميم الأفواه التي تعبر عن رأيها الحر وتعبر عن صوتها، وهو المفترض أن يكون في أي مجتمع أن يكون هناك رأي ورأي آخر، والأشخاص يعبرون عن تلك الآراء ويطبقونها على أرض الواقع سواء بمظاهرات أو باحتجاجات سلمية أو بالتعبير أو من خلال الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي، كون أنها هي أحدث الوسائل التي يستخدمها الصحفيين والإعلاميين والمدونين. وهذا ما يثبت أن هناك نية حقيقية للحكومة العراقية بأن تقوم بملاحقة هؤلاء الصحفيين، وما يترجم على أرض الواقع هو كمية الانتهاكات التي تحصل بحق أولئك الصحفيين والإعلاميين، خصوصا بعد تشكيل بعد قرار أو بعد التفكير الحكومي بتشكيل هذه اللجنة، وما لاحظناه من قبل القوات العراقية الأمنية والقوات العراقية الخاصة بملاحقة الإعلاميين هو ترجمان حقيقي وتطبيق حقيقي وفعلي نعم لأن تقوم تلك القوات بملاحقة أولئك الصحفيين والإعلاميين من أجل تكميم الأفواه ومن أجل وقف ذلك الصوت العراقي الحر. شكرا جزيلا لكم الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان محمد عماد، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.